النوبة اللي قاعد يتعدى مش كيما حابه أنت 100%؟ بالطبيعة عم فهمي حتى النوبة اللي تعدى عمني ولا راني مش حابه بالمية نحكي توا معناتها كوتي اضطريت هكا تنقص مقاطع الدنيا كان خفيف يعني بالحق سيتي حاجات خليت عليهم تقنية ومتاع جمالية أكثر منهم عندهم علاقة بالسيناريو فولا فولا أنت الوحيد نجم تعمل جمالية خاطر تصور في عقلك به في نتفليكس لا سي با فري الناس كل عاملة جمالية سنين شفت تريلر متاع الأسعد وسلاتي باش نحكيو يعني بالحق مالوغزمون مش يتعدى ولا قلب ذيب ولا حتى ولاد مفيده سنة الناس كل تحسنت ترى الحقيقه بالحق والله الناس كل نيفو بالقديش نور ويشرف الناس عندها فيش تفرج الحقيقه الناس كل ايزون ايفولوي تحيه ساعه الساوث نجمني اللي هي بدلت غيرت كومبليتمون لسعد وسلاتي بسام حمراوي سي سون برومي ترافاي اول خدمه نتاعو شابو با يعني نفرج حاجه الحقيقه يعني ما فماش انا وانا ضد الكونكورنس في الفن لا عجبتك ولا لا عجبك وي. عجبك وي عجبني وكلمت وهنيت ونشجع اليوم الغدوة البعض غدوة هو يعرف الكلام هذا وكلمته حتى وقت يصور يعني أغزر ما عنديش مشكلة بالحق أنا ما عنديش حتى كونكورنس متاعك الفراع ولازم يكون خير وأنه مشال الوطني وكل خوضة ذيك شنو رأيك أنت فيها أغزر أنا راه نفهم أي عبد يخمم في الإكيب متاعه من بعد أنا ما عنديش لديتاي متاع حتى شيء إن شاء الله يلقوا حل الزوز الوطنية والحوار وخاول سليماني ان شاء الله ما يصيروش مشاكل وما يقعد في الاخر كان الحب بتاع البرال ترافاي هذايا خاطر بالحق راه بس مازال عنده حاجات وخاولة كيف كيف من اول خدمة تصير يصيروا مشاكل هذوما لكن ان شاء الله ما يمس حد شيء من الفن من القيمة الفنية نتاع العمل جوستومون دونك باش نقفل فاست ارتيفاي والدنيا بيانتو نجمو في الصيف نعاودو نتفرجوا في نوبة على نتفليكس نعم او لا تحف تتحفظ دونك بنسبة 60% نعم كان يخليونا الناس خاطر كان يهبط في اليوتيوب راه ما عادش ياخذنا حتى لا ما يهبطش واليوتيوب عنده قوانين وتنجم لازم الناس تفهم زاد الفات اللي قاعد يهبط في اليوتيوب قاعد يعملنا في برشا مشاكل ما نحبش ندخل في اللي ديتاي مي احنا قاعدين نبرهنوا اللي مش احنا قاعدين نهبطوا فيه ولازمنا نبعثوا حجج نقولوا لهم راه مش احنا اللي نهبطوا في لازم يشوفوا اللوجو يعني غدوة علاش نحط واحنا في اختفاي تلقى مكتوب لوطة عشاق الدنيا واللوجو متاع اختفاي مش دو واضحين حتى البر راهم يركزوا يقول لك اسكو البرودكسيون هذه اللي سيريوز ولا لا كان تشوف البرودكسيون تهبط جراتويتمون في اليوتيوب يقول لك انا شنو حاجتي بيك نفدلك معاك انا اي صحيح ما عادش حاجتي بيك في حد شيء دونك اون دوا مونتخي لي بروف يعني الناس قاعده تضر فينا برشا للاسف خساره احنا نحبوا ننوروا تونس راهو في هكا دي بلاتفورم انترناسيونال لكن لازم يكونوا واعيين زاد بالمزرعه الناس اللي يضر عبد الحميد بوشنيق قال لكم ما تبيراتونيش على اليوتيوب لانه باش تحرموني من نتفليكس اللي تنجم تحل برشا بيبان مش انا برك راهو اي حتى فما افلام تو بيراتي وفما دي كونترات تنحاو وطاحوا في الماء على خاطر الناس مشات سجلت افلام وهبطتهم ولا يعني ما يعرفوش لي كونسيكونس نتاع الحاجات هذوما يعني فيهم اثر كبير فيهم ناس نجم تفلس فما ناس يعني من بعد انت باش تتفرج في اليوتيوب تبدا شيخ في البحر وانا انتخ طون نبدا مغفق هنا ونجري ورا الشيكات وعودوا المنافسه خاطر انت تفرجت فيه جراتويتمون هبطت وفرحت اللي هو تعدى ووريت للناس كيفاش يهبطوا بالسيف من بعد لازمك تعرف لي كونسيكونس تاع هذا الكل بالحق راه ماهوش تفادليك يعني مانيش ما نحبش انت او انا تصورني ما نحبش الناس تتفرج في نوبه الخدمه نتاعك اي صحيح يعني نحب تفرج فيها العالم اجمع ما يبغي يتفرج فيه كي يهبط في اليوتيوب ماهوش العالم اجمع باش يشوف الاكل جوستومون يعني. علاش هبطت تصاور الميساجات من الناس تسب فيك على الفيسبوك بعد القرار خديته معناتها هذيك مرايه بالحق راه خاطر فما ناس بعد يعني هذوك جاني اكثر من 100 ميساج راه يدعيوا بيا بالموت خاطر قلت مش عادي في اليوتيوب اسكو هذا معقول تصورش حاجه معقول حب ياسر في العمل ولا كره ولا بغض ما عرفش نفسره ما عنديش حتى لوم راه ليهم للناس هذو بعد ما هبطوا شنو رد الفعل مانيش متغش عليهم بعد ما هبطت ندمت خاطر امي كلمتني من بعديك وكانت ما حبيتهاش تقرا حكيت هذوكم فهمت لكن ما عندي بالحق راني ما نلومش عليهم الناس هذوم على خاطر هما بيدهم من بعد نشوفهم يبارتاجيو في النوب هما بيدهم راهو يعني الناس عندها ثقه فيا كبيره باش ما نعملش دي كابتور ديكرون يعني فما ناس يقول لك قول قايل شنو اللي يمنعني باش نعمل كابتور ديكرون هبط نقول هاو السيد كان يسب فيا البارح وبعث لي من بعد قال يسمع برا ربي عينك وخويا برافو هو بيدوره فما برشا توينسه يعتبروا انه السبان حق اي من حقي نسبك ان شاء الله ما همش برشا انا ما تراو كي يسبك ويتنرفز انك تتغشش انا متاكد اللي ما همش برشا سين مينوريتي اما تعم برشا حس فوالا اما ما همش برشا
حاجه اخرى راه فهم بربي اليوم شلق حاجه ما نعرفش تفرحني ليه اول مره اول كونت افو كونت باسمي اللي قاعد هو يحكي راه باسمي وكل ما مشي افو كونت على الفيسبوك مش انت لا فو كونت فيسبوك ماهوش انا راه قاعد يحكي وقاعد وعنده اكثر مني على اصحاب وعنده اكثر مني دي جي من انا نعمل ستاتيو جيني 150 هو يعملوا له 4000 جيم اما ماهوش انا يعني قاعد يتقبح راه وقاعد يحكي بلغه مش لغتي مانيش انا يعني فهمتني انا في اول ايام رمضان ولد مفيد حتى المرتبه الاولى معناتها النوبه جات الثالث يظهر لي ما تراش انه كي ما هبطش على اليوتيوب مرور الخوض ضرك شويه في نسب مشاهده وهل انت هل انت ديسيو هل انت انت تخدم على انك تكون الاول في نسب المشاهده الوغ لا انا نوبه عم ناول في العاشر الوغ لا اي انا قلت لك نوبه عم ناول في العاشر اي ان شاء الله نوفل العاشر سنه قد سامبورت بونور الحقيقه السنه العاشر داير في واحده من الحاجات ما قلقنيش بالحق على خاطر عمره ما كانت ماهوش معيار نتاع كاليتي راه دي تو ماهوش معيار تاع كاليتي لا هو لا لي فيو نتاع اليوتيوب راهو الحق. اما ندخل الماتش وكي ماركيو لي بونتو نقول مش مع انت تسمى كي تجي العاشر تسمى ماركيو لك بونتو مش في الفن هذا يمكن في الكوره كي تجي العاشر تسمى كليت اربعه اي في الكوره اي في الكوره في الفن ما فهميش الحكايه هذيا راه شو معناها فنان خسر على خاطر عم ناول انت معناتها فاقوا بها على مده السنة داخل بقوة لأنك من المرشحين للمراتب الأولى أنت ولد مفيدة البوليميك اللي صارت جمعتين اللي فات تحكي على شكون شو أكثر مسلسل حكيوا عليه جمعتين اللي فات كنت تتبع من اللي حكيت اليوتيوب ومن النوبة العاشر الآخرين حكي عليهم حتى ما صاروش بوليميك سافو غيان دير الناس اللي يحكيوا عليه لما أكثر عبيد يحكيوا عليه هو ماهوش هو اللي موجود في المراتب الأولى والعكس بالعكس وكما قلت لك يعني لي فيو يوتيوب ولا ماهيش هذيك القيمه انا بعد الناس تعاود تنجم ترجع تتفرج في ارتيفاي تو تعاود تشوفه وتعاود تكتشف المسلسل الحلقه نتاع اليوم مثلا مش كما حلقه البارح حلقه غدوه ان شاء الله تكون خير من حلقه اليوم انت اسمع النوبه اثنين اقوى من نوبه واحد لا لا النوبه الاولى والثانيه هما بيدهم راهو فماش نوبه اثنين ونوبه واحد نوبه مسلسل اسمه عشاق الدنيا الحكاية متاعه مقسومة على طرفين ملمومين مفهميش نوبة اثنين كنت تفرج في نوبة اثنين من غير ما تفرج في النوبة الأولاني ما تفهموش سام بروجي كامل قلت حتى من عم ناول راهو قصة هي سم ملحمة كما تحب انت عندها بداية وعندها نهاية لازمها زوز مواسم ولا ثلاثة باش توفى مش قاعد كل مرة خاطرني خاطر الأولى خطفت لازمني نعمل الثانية كملت حكاية أنا كانت عندي دونك هي نفسها الحكاية هي واحدة فما نوبة ثلاثة ما عرفش تو ما عادش نجم نقول حتى شيء انا كل حاجه نقولها بعد نتراجع فيها راهو كيك الفنان يعني نبدل رايي بعد كل شيء راهو كيك هذا اسمه خبره ولات عندك خبره في الميديا والله تحكي على الكلام الكلام وتعرف عاد انا متعلم عليكم انتم يعني حلويش عاد سمعكم ليا برشا كمامس وواحد وكل واحد نجي نقرا في القران انا يا اخي هو عطيتي سؤال فخ اي بالعكس نعتبر روحي انا من المنشطين اللي بعدت شويه على الخوضات وعلى العرك معناتها عملت مراجعات بيني وبين روحي وبعت على كسب هذا وهذا يسب هذا معناتها على ذاك جيتك مرتين انا في شهر فوالا يعني عندي 10 سنين عمري ما جيتك جيتك مرتين كي وليت هكا ما عبد الحميد ما جاتش فرصه ما بالحق بيزار ومعناتها بيزار انه ما تقبلناش قبل به في الجزء الاول انت قلت النوبه عملت كلاش درامي لاولاد مفيده كيما وصفته الثاني الجزء الثاني شنو معناتها غدوه تتفرج الكلاش لشكون اما في بيلو راه في بالو وما كانش ضده بكل رحب تصدر وفهم الحكايه تفدليك يعني راه